والقلب يبكي باحتراق الدم، وسلاسل الأعداء طوق رود، زنزانتي تغري ونحن جنود، وأنا على أمل اللقاء سعيد، أغفو وأصحو وأنا أحلم. الأسير بهاء الدين العدم لحروب من بلدة دير سامت بمدينة دورة جنوب الخليل، حكم بالسجن المؤبد إضافة إلى 25 عاماً أخرى بتهمة إطلاق النار على قوات الاحتلال، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 2 آخرين. زعم جهاز الأمن الصهيوني الشباك أن الأسير لحروب اعتقل على خلفية تنفيذ عملية مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل. وقال الشباك أن الحروب كان ضمن خلية مكونة من 4 مقاومين من سكان بلدة دير سامت جنوب غرب مدينة الخليل، حيث قاموا بتشكيل خلية مسلحة منذ عام 2009، وتدربوا خلال الفترة الماضية على إطلاق النار واستعمال السلاح حتى تنفيذ الهجوم. لدى الأسير العدم طفلتين رؤى وحور. كان عمر رؤى عند اعتقاله 8 شهور، وعمرها اليوم 12 عاما، ورزق بحور قبل عامين ونصف بعد نجاحه بتهريب نطفة من داخل السجون. أنهى بهاء تخصص بكالوريوس اللغة العربية من جامعة الخليل عام 2008، ويقبع الآن في سجن ريمون. بسم الله الرحمن الرحيم. من البلد التي قدمت 9 من أبنائها أسرى مؤبدات داخل سجون الاحتلال، أحييكم في حلقة جديدة من برنامج شموس المجد، هذه المرة مع شمس مجد جديد بهاء لحروب العدم المحكوم بالمؤبد و25 عاما. نتحدث عن قصة بهاء، عن حكايته، وعن تفاصيل كثيرة في تضحيات بهاء العدم. أبدأها مباشرة مع والده الحاج أبو بهاء العدم، الذي يسعدنا أن نبدأ نقاشنا وحديثنا معه. عم أبو بهاء، السلام عليكم. السلام، يعطيك العافية. الله يجزيك. كيف حالك؟ الحمد لله، أمورك طيب إن شاء الله. الحمد لله. الله يحفظك. على دكانك؟ والله منطقتك فيه أنا والحج. أنت والحج؟ أنا والحج. ما شاء الله تبارك الله. هذا الدكان كان قبل ما ينحبس بهاء ولا لا؟ لا، ظل بس الأربع سنوات. أربع سنوات. بتسلى في هالدكان؟ والله بنتسلى، ويجينا الأفضالك والناس المحترمين بيجوا بروحوا، نتسلى معهم. واحد للحياة الاجتماعية بده مثلا مشان مصلحة مشان كذا، بيجي علي بدل ما يجي على الدار. والواحد يضل نشيط كمان. يضل نشيط وضل ماشي. الله يعطيك الصحة. الله يجزيك. حياك الله. احكي لي عن بهاء. بهاء ابنك، انت عندك، تفضل نمشي، انت عندك 5 اولاد. بهاء ترتيبه الثالث اعتقد. ترتيبه الثالث. احكي لي عن بهاء. بهاء طالب يعني، او خلينا نبدا من بدايته صغير. يعني بهاء من الناس المحبوبين، كان بين إخوته اجتماعي، ويعني كان يراعي شعورهم ويلعب معهم، يلعب في الشارع، يلاعب الأولاد، يداعبهم، شايف كيف. بعدين بهاء من مصغره هو كان يصلي، شايف كيف، في المسجد يروح. كان له عمود خاص يقولوا هذا عمود بهاء في المسجد. في المسجد ما شاء الله. عمود بهاء. بعدين طبعا ما هو درس في جامعة الخليل، لا درس خلينا نقول في دير سامت. قصدك اللي دراسه الدراسه الابتدائيه والاعداديه. درسها كلها انا في دير سامت، وكمل الثانويه في دوره كمان، شايف كيف. بعدين بعد ما خلص شايف الجامعه، انت قلت بعد ما خلص الدراسه الثانويه في دوره، راح على الجامعه، جامعه الخليل، تعلم اللغه العربيه ما شاء الله، وتخرج بليسانس عربي ما شاء الله تبارك الله. تخرج واعتقد بعام 2010 يمكن، او 2009 يمكن. 2008. نعم 2008، حتى قبل يتجوز كان. ما شاء الله. تخرج بكالوريوس لغه عربيه. لغه عربيه بكالوريوس. جميل. تزوج بهاء بعد تزوج بعدها زوجناها شايف بعد الجامعه. بعد الجامعه تمام. وقعد اعتقد سنه قبل ما ينحبس متزوج. سنه كان، كان قبل يتجوز سنة. انجب بنت اللي هي رؤى. رؤى ما شاء الله. كانت عمرها لما راح أخذوا اليهود 8 شهور. ليلة 22 حافظ تاريخ حاج. 22 6
22/6/2010 كان عمر رؤى 8 شهور. كان عمره 8 شهور بالضبط. أجوا اليهود أخذوا، وكانت ليلي من أصعب الليالي الشرق. الاقتحام وطريقة الاعتقال. بس اقتحام 800 منجي يمكن كان بدير سامي. لموا 22 واحد ليلتا. طبعا ده اعتقل مع مجموعة معظمهم انحكموا مؤبدات ولا لا؟ المجموعة اللي هم الخمسة اللي انحكموا والباقي كلهم روحوا. هم ليلتا أخذ 22 واحد اليهود. 22 واحد بس كلهم روحوا ما عدا هم ظلوا الخمسة. خمس شباب حكموا مؤبدات كلهم. حكموا مؤبدات. من دير سامت ما شاء الله. الله ربنا فيك أسرهم إن شاء الله. دير سامت. الله طبعا دير سامت يمكن فيها 9 أسرى مؤبدات دير سامت. في 9. 9 مؤبدات. يمكن أكبر قرية فيها مؤبدات. بحكم التعداد السكاني وعدد المؤبدات يمكن هي أكبر. يمكن أكبر قرية. أكبر قرية فيها 9 أسرى مؤبدات. بهاء حكيت لي كان اجتماعي. حياته كانت اجتماعية. في الطلاب مع المدرسة مع المعلمين مع الكل، يعني كان حياته مريحة كلها. شايف كيف مصغر بهاء ما كانش مغلبك حاج؟ لا والله كان كويس ممتاز راضي. شو في مواقف حلوة هيك تذكرها مع بهاء؟ يعني أمانة الله إنهم أولادي كلهم، يعني ما حدا غلبني لا بنات ولا أولاد ما شاء الله. الحمد لله الله خلك إياهم. شو في مواقف حلوة متذكرها نذكر بهاء فيها هيك أنت متذكرها مع بهاء؟ يعني كثير المواقف. كثير مواقف كثيرة. الله خضره يلا الله سهل عليه. فجينا نبني حادر في الأرض تحت على أخوه، كان يزينا كل ليلة حين السحور. يحملنا بالسيارة ويخلنا يصحرنا ويروحنا ما شاء الله كل ليلة. قال بدي يوم اللي أسوي رجلين بقر. قال على السحور؟ لا يوم من الايام جمع العيله كلها والحال والمهنه كيف، وقال بدي اسوي لكم رجلين، وجاب هالقدر وجاب 12 رجل وطبخن والبنات والعيال والله واكلوا هالناس وكيفوا عليهم. قال مشان دواء للمفاصل. للمفاصل. الله ربنا يفرج كربه ان شاء الله. آمين وفيك اسرى عن قريب. آمين جميعا. الله يفك الاسرى كلهم يا الله. امين يا رب. اللهم بهاء بعد بشهرين من اعتقاله انحكم مباشره. لا ما طول الشيء كلهم على طول انحكم. هم كلهم انحكم ما طولوا. ذكرنا باسماء مجموعه بهاء الاسرى حافظ اسمائهم. الاسرى اللي وقتهم اللي هم محمد قاسم وهو محمد جبر عود الحروب اللي يقولوا له قاسم، محمد اسماعيل حسين الحروب، الله نسيت اسمه، رائد اعتقد فيه. رائد رائد عيسى عبد الجواد الحروب لسه. بهاء أربعة. بهاء علي حسن. بهاء الدين مركب اسم بهاء الدين علي حسن الحروب أو نعم. العدم. نعم. العدم هي العيلي، العدم العيلي الصغيرة المهم، وتعرف العيال الكبار. صحيح. عيلي بيسموهم. صحيح. والحروب عيلة كبيرة. عيلة كبيرة مقسومة لقسمين. يمكن غالبية اللي تسكن دير سامت من الحروب تقريبا أو القسم اللي هو عيل الصلاح. اسمين. جميل. أغلبية الحروب دير سامت. على 12 سنة حج. بهاء صار 12 سنة بالسجن. كيف عدت عليك هاي السنوات؟ حلوها مرها مناسبات؟ والله بحلة وحلوها ومرها ومناسبات مرت وانقضت، وإن شاء الله بيكون أحلى من العقاب. كم مناسبة صاروا بها مش موجود؟ والله في مناسبات كثيرة صارت. قديش أحفاد أجوا على العيلة عندكم وبها ما بيعرفوا؟ أحفاد كثيرين كلهم أكثرهم. يعني أولاد محمد عمرو شافهم. أولاد موسى عمرو شافهم. ولاد عند لي عمره مش شافهم الاخرين ولاد، يعني في كثير احفاد اجوا على العيله عندكم. يمكن بيجي 50 واحد بيعرفهمش بها. بيعرفهم مش ما بيعرفهم بس الخمسين حفيد اللي عندكم كلهم بيعرفوا عمهم بها. بيعرفوا وانه معتقل وعمهم وانه هو محكوم بالمؤبد، يعني كلهم عارفين يعني قصه بها. في شيء مهم صار عندكم حج كمان، انه ربنا سبحانه وتعالى اكرمكم بانه تمكنتوا من تهريب نطف وانجب حور. الحمد لله. كيف قصتها هي؟ شفناها رح نشوفها حور كمان شوي ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله عنها. طبعا هذا التهريب شايف كيف من السجن مع الاواعي، مرات يوم بيطلعوا الاواعي. قديش جيت حور عليكم؟ يعني كانت فرحه كبيره جدا. كانت احسن فرحه واحسن شيء كانت موجوده يعني عندنا
الجامع. إشي من ريحة بهاء. بعدين هي الحين هي من أكثر واحد هي من دلع كل الأحفاد. دلع. أكبر. طيب الله يمدلع. أنت حكيت لي عندكم أحفاد كثير. بقدر أقول إنه بنات بهاء الأقرب لقلبك يعني. والله كلهم واحد سواسية والله. والله كأسنان المسك يعني. لكن أنت إحنا قلنا لك الغائب. بيحب الواحد يرجع لما يرجع يعود بيحبه بضل القلب بيحبه والصغير بيحبه طبعا لما يكبر والمريض لما يشفى بيحبه الإنسان حتى يشفى صحيح فهو لأنهم يعني أبوهم غاب عنهم يعني الرعاية أكثر إنهم شوي حكيت لي جدتهم دايري بالها عليهم والله جدتهم من الله وتعليم هذه الصغيرة كلها من جدتهم علمته وهو على الصورة علمت هاي بابا هاي والدته وابوها مش موجود بالسجن يعني على الصورة شايف كده وحفظت الصورة ويوم نشبت بابا 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 الحين انا اكتنهار بقول لها طيب قريري قل هو الله احد قل لا بقرا لبابا انا مش بقرا للسيد ما شاء الله تبارك الله رغم انه والدها بالسجن وما عرفت والدها وما شافت لا بتعرفوا احسن اسيام بس هذا انتوا روضتوها يعني لا ذكية هي ما شاء عندها ذكاء جدا خارق يعني تقول ايش قدام ما تشيل من تقول بتعيدها على طول فورا وبتخرف فيها للناس تحفظ بتحفظ ما شاء الله تبارك الله طب حد قديش انت متيقن ومؤمن لا اله الا الله بانه يعني بهاء راح يكون بينكم ان شاء الله قريبا. والله قديش ايمانك بهاء والله 100% وحتى يمكن اكثر كمان نقول 200% كمان ان شاء الله لانه السجن لا يسكر او لا يغلق بابه نهائيا السجن بابه مفتوح حتى تنتهي شربة ماء للإنسان تطلع حتى ما ظلوش ولا رقمة عيش تطلع الإنسان فهذا اعتقادنا عند الله لأن احنا مسلمين نعم واعتقادنا عند الله كبير جدا شايف كيف إنهم إن شاء الله مع صفقة الأحرار اثنين إن شاء الله بيكونوا بيننا كلهم يعني أنتوا إيمانكم بالله سبحانه وتعالى ثم والله إيماننا بالله أكثر ثم ثقتكم بصفقة قادمة بصفقة الأحرار إن شاء الله إن شاء الله تحرر شاء الله. كل الأسرى المبدأ إن شاء الله طيب إحنا حكينا عن حور وحكينا عن رؤى وحكينا عن الحج اللي داير بأهلي عليهم بدنا نفوت أنا وياك هلا إن شاء الله إن شاء الله نتعرف على البنات ندردش إحنا وياهم إن شاء الله شهد الكرام الله. خليكم معانا راح نفوت إن شاء الله إحنا والحاج تعرف على عائلة بهاء ونتحدث أكثر إن شاء الله تفضل يا حاج شوقي كبير وحبي إليه شكله يا يما غير يا جنتي يا وجه كل الخير انت الوطن روحي ووجداني قلبي إليه شو استاق وشو بحن من لفته رايح يا يما يجن لما بشوفك قلبي بيطمن وبيزول همي وبتزول احزاني اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام وصرنا الان مع العم ابو حسام في حضره عائله الاخ بهاء فرج الله كربه مع والده ومع بناته أيضا رؤى وحور وعدد من أحفاد العيلة اللي انولدوا بعد اعتقال بهاء حجم حسام الله يعطيك الصحة والعافية الله يعافيك الله يسلمك كيف حالك؟ الحمد لله أمورك طيب إن شاء الله الحمد لله دائما أبدا إن شاء الله إن شاء الله أنتوا الأمهات الصابرات يعني إن شاء الله لكم أجر الصبر والرباط إن شاء الله الحمد لله يجعلنا من الصابرات المرابطات يا آمين الله آمين يا رب احكي لي الحج داير بالك على بنات محمد ومدلليتهن زيادة على بنات بهاء عفوا ومدلليتهن بزيادة شوي والله بزيادة يعني بنات بهاء عندي يمكن 80 حفيد هني أغلى إشي حصتن اكثر يعني زايد لان ابوهم غايب ما شاء الله ان شاء الله رب يعني بيرجعوا بالسلامه عمو خليل ان شاء الله يا رب بيرجع بالسلامه يا الله الابن دائما اقرب للام تحكي لي عن بهاء صفات بهاء طفوله بهاء كيف كان بهاء والله الحمد لله والله كان بهاء طيب وحنون
وعطوف ومؤدب وخلوق يعني الله كل الصفات الحسنة كانت فيه. تعي حور نرجع لها حور خليها آه بحث. الحمد لله والله كل الصفات الحسنة الحمد لله يعني مع الدار مع خواته وخوته والمدرسة وأهل القرية والله كان مؤدب ومحترم ما شاء الله. شو أكثر أكل كان يحبها بها حجي؟ والله يعني هو عمروش حكى عن إشي يعني إشي معين بس كل يعني الشعب الفلسطيني المقلوب كان ورق الدوالي حكال الحج شاطر في الطبيخ بها هالحين بيحكي هو والله ما بعرف أنا عامل لكم مرة شو الأكل اللي عملها يا حج مرة حكيت ليه رجلين ال... كان معلم بالطبيخ بها كان نبني في داره يعني كان هيك زي مزيح يسوي أيات إشي مفاجأة عشان نحن ما نقبلش الشغلات ليش حطن في قدر ولع تحتين على النار ونلم هالولاد ونبسطوا كان ياخذهم كمان رحلات مثلا على الجنان الاولاد هيك الصغار بيحب نلف له طنجره ورق دوالي كبيره ويحملهم ويولع تحتها على النار ويروح يطعمهم في الجنان الاولاد الله بيستنوا فيه بيقولوا الحين كبرهم شباب كان متذكرين هذيك الايام هم متذكرين والله انه بقى ياخذنا ويسوي لنا يشوي لنا ينشلنا في الجنان كم حفيد اجى للعيله بعد اعتقال بهاء تقريبا يعني تقريبا يعني من رؤى ويدور كثيرين كثيرين ما عندنا 11 يعني بس في بنت ما اجاها ما شاء الله فيه. تبارك الله كلهم هذا يعني جيل كامل كبر جيل كامل واليوم يعني كل عمرهم هذول ما بيعرفوا في كمان شيء معها 6 شيء معها 5 شيء معها 4 هذول ما بيعرفوا بيعرفوش بها لا جميل من الاشياء الجميل اللي حدثت معاكم خلال الفتره الماضيه ربنا اكرمكم بحور بحكي للحج إنه يمكن أسعد لحظة إلكم كانت كعائلة بهاء إنه ربنا أكرمكم بجيد حور والله كانت أحلى يعني شو بدي أقول لك كانت في المستشفى فرحانة صيح مش عارف شو أسوي مختلطة المشاعر والله يعني. كانت يعني عمري ما بنساها إني مش مصدق أجر عليها عاود أقول لو أبوها مثلا هالحين نولته إياها كان حزن مع فرح إن شاء الله يا رب ربنا بيفرج عليهم كل جميع الأسرة إن شاء الله يا رب مع المحور أنت إنه بابا موجود وبالسجن كانت يمكن عمرها شهر حور عندي صورة صغيرة كنت أمسك إياها حور ما قالت لواحد يا بابا نهائي إلا وعندي صور في الدار الحين بفرجك عليها أقول هاي بابا هاي بابا الحين على التلفون هاي بابا مثلا على كل إشي ما عمريش قلت أضعم وهذا خاله الحين حور لما راحت زارت أبوها عرفته على السريع ما شاء الله لأنها الصورة كانت في إيدها وهي طفل وهي بيبي شيني خليها تحكي أعطيها تحكي تلهن بابا الصور ده توريك كلهن وين هني وين هن صور بابا أعطيها المقرفة وين صور بابا يا وين هني كانت ما تقدها يعني الطفل اللي بيسبح في دصورة لا كانت تبوسها وتقول لي رجعيها محلها علقها لها محلها الحين ارتسخت يعني أو أنا ما كنتش مفكر هيك أنا يعني بدي أعرفها أنه هذا بابا بس كانت يعني ارتسخت في مخها صورة أبوها من حد ما زارت أول زيارة دغري عرفته يعني ما قالت ولا تاهت عنه من مرة إن شاء الله ربنا بفرج كرب وبكون بين الأمر قريب إن شاء الله خلينا نروح لرؤى رؤى كيف حالك يا عم أعطيها الميكروفون لو سمحتي كيف حالك يا رؤى الحمد لله كان عمرك لما اعتقلوا بابا 8 شهور يعني أنت يعني خلينا أقول مش متذكري بابا منيح يعني ما عشتي معاه بالبيت هون مواقف بس يعني خاص كصورة يعني احنا عارفين وخاصة زي عادي عارفين لما نشوف صورة هذا هو مش الإشي اللي مش عارفين مين بالزيارة هو. أنت كيف لما تروح تزوري بابا بالسجن كيف بتتعاملي مع بابا بالسجن بتكوني تستني الزيارة قبل بيوم بعد بيوم يوم الزيارة احكي لي عن الزيارة يوم الزيارة بالسجن يعني بتكون أساسا قبل بأسبوعين يعني نكون من يوم ما منحدد الموعد يعني وإحنا منخطط لهذا اليوم للزيارة بتكوني مبسوطة لما تشوفي بابا حتى بيكون يعني يوم كامل بيضيع بس ساعة
اللي بتدخلها يعني كمان يوم بتكون انت بس تستنى فيها يعني بتكون في وقت طويل تيجي الموضوع. قديش نفسك تكوني تحضني بابا تكوني مع بابا بابا يكون معك؟ يعني كثير اكيد كثير ان شاء الله. باي صف اليوم انت؟ ثامن. شاطره بالمدرسه؟ ان شاء الله شاطره. قديش معدلك؟ 97.3 ما شاء الله. وتحكي لي ان شاء الله والتواضع هذا يعني 97.3 اهبط معدل؟ ما شاء الله تبارك الله. شو لما تكبري ان شاء الله ايش بدك تصيري؟ مش دكتوره. مش دكتوره. طيب ايش؟ ولا معلمه. ولا معلمه. محامي ولا مهندسه. محاميه مثلا؟ لا. ولا شو؟ بعرف. يعني لا دكتوره ولا مهندسه ولا معلمه. اه بس انه يعني شاطره ما شاء الله يعني. ان شاء الله. جميل. طيب يا رؤى بيجي عيد بيجي رمضان بتيجي مناسبات بيجي اعراس بيجي افراح كل هاي الاشياء بتصير وبابا موجود بالسجن قديش هذا الاشي بوجعك يا رؤى؟ يعني ان شاء الله ما هو عشان بنضلنا في تواصل فان شاء الله بنعوض هذا الاشي بس احنا بنضلنا نستنى ويعني هذا بقدرة الرحمن يعني عادي نقول الحمد لله على كل اشي. ربنا بصبركم يعني يعني ربنا بنزل الابتلاء وبنزل الصبر كمان بجانب الابتلاء. طيب يعني احنا مش يعني ما بنعتذر بنعترض عايشه مش معترضه على حكم ربنا سبحانه وتعالى. لا يعني تحمد ربنا وتشكره على كل شيء. قديش في ناس عندهم ابوهم يعني ميت الحمد لله انه انا عايش يعني في ناس بابا ميت بس انت الحمد لله بابا عايش. الله يفرج كربه ان شاء الله. ان شاء الله. قديش تفتخري في بابا قدام صحباتك بالمدرسه قدام الناس قد انت بتفتخري ببابا يعني؟ يعني كثير طبعا اي حدا يعني مهما كان ابوك اي عامل اي شيء دائما بتفتخر فيه يعني. يعني بابا بالنسبه لك موضع فخر دائما في كل الاماكن بتكون موجوده فيها. طيب رؤى لما تحط راسك على المخده بدك تنامي بتفكري باللحظه اللي بابا بتروح فيها من السجن؟ ان شاء الله طبعا. قد ايه بتفكري؟ يعني ما بفكر كثير بس بدعي اكثر. ما بتفكري كثير هو الدعاء اكثر يعني انت لما بتفكر شو بدك تستفيد من التفكير دائما انت ادعي تدعي دائما انت شو بتدعي يعني نفس الشيء انه نصرع نكرر نفس الشيء انه يا رب يطلع ان شاء الله يكون قريب يعني هيك اول ما يروح بابا من السجن ان شاء الله مفكري شو بدك تعمل انت وبابا وين بدكم تروحوا ولا كل شيء بيجي لحاله كل شيء مع الوقت بصير مع الوقت بصير ان شاء الله الله كريم ان شاء الله. طيب نتعرف على الامورات بشكل سريع ايش اسمك يا عمو انت ايش اسمك انت دانا دانا انت بهاء عمك خالي خالك بهاء انت لما انحبس خاله بهاء ما كنت مولوده يعني لا كيف تعرفي خاله بهاء من وين تعرفي من الصور من الحكي اللي بيحكوا عنه كده بتحبي خاله كثير بس حتى لما انا ما عمري شفته على الواقع يعني انت عارف صفاته وهيك قد ايه نفسك تحضني خاله وتكوني موجوده معاه يكون موجود معك طبعا نفسي اشوفه كثير لاني ما عمري شفته شاطر بالمدرسه انت باي صف انت سابع ما شاء الله تبارك الله الامورات ايش اسمك يا عمو انت سينات ايش حمزه سينات حمزه خاله ولا عمو بهاء عمي عمو بهاء تحبيه من وين تعرفي عمو بهاء انت كيف تعرفي من الصور من الصور تعرفي عمو بهاء طب حافظه انشوده تحكيها لعمو ولا اي شيء حافظه مش حافظه اي شيء حافظه نشيد القدس مش حافظه طب الاموره هاي شكلها حافظه هاي صح كيف حالك انت ايش اسمك جودي محمد كيف حالك يا جودي كويس حافظه اي شيء الاناشيد حافظه انا وياها اغاني فلسطينيه مش لخصوص انه باسماء يلا احكي لي شو حافظه يلا هات شو يلا انشدي يلا انت حافظه يا جودي جودي حافظه بلا حافظه جودي في صف واحد يلا نبلش يلا بتراجع في أرضي هم احتلوها داري هم انهدموها عائلتي يوما حبسوها وطفولة عمري قتلوها وأدوا يقولوا عن وطني أنه وطنهم
وبلادي تاريخي سكني أصبحت بلدهم. والقدس تهدانا يا ناس تمسكوا كالمحتلين، هل هي عاصمة الأنجاز؟ هل هي عاصمة فلسطين؟ وسنبقى وستبقى. ما شاء الله، والله بدهم صفقة هذول. يلا صفقوا لهم. تمام. طيب بدي أروح لبهاء اللي سموه على اسم عمه. بهاء كيف حالك؟ الحمد لله. إيش اسمك أنت؟ بهاء الدين حمزة. بأي صف بهاء؟ خامس. صف خامس. أنت لازم أكثر واحد يكون يحب عمه بهاء، صح؟ ليش؟ بحبه كثير. ليش؟ عشان سموه على اسمك، صح؟ ولا سموك أنت على اسمه؟ أنت سموك على اسمه، صح؟ طيب تحكي لي أنت من وين تعرف عمه بهاء؟ قديش حاب انه تلتقي بعمو بهاء تكون انت وياه؟ شوف على الصور وبحكي معه على التليفون كمان. قديه بتحبه؟ كثير. تحبه كثير. قديه نفسك يكون بيناتكم عمو عمو قريب ان شاء الله؟ كثير كثير ان شاء الله. عمو قريب ان شاء الله. هاي الاموره ايش اسمها؟ يلا شام. كيف حالك يا شام؟ الحمد لله. حافظه ايش تنشدينا؟ لا ولا شيء. حافظه يا شام؟ مش حافظه ايش؟ مش حافظه. هاي عمها بكون بها خالها. ما شاء الله تبارك الله. مش حافظه ايش لخال؟ تسمعينا ليش؟ طب اي صف انت؟ خليها تحكي. باي صف انت؟ ثاني. صف ثاني. شاطره بالمدرسه. حافظه. يلا احكي لنا قران. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل اتاك حديث الغاشيه؟ وجوه يومئذ خاشعه، عامله ناصبه، تصلى نارا حاميه، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. ممتاز ما شاء الله. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابيه مصفوفة. صدق الله العظيم. صدق الله. بعدين أحكام تجويد ما شاء الله حافظة. شام. أنت يا بطل إيش اسمك؟ يلا قول. علي. علي إيش؟ علي حمزة. والله انت من عليك ازعر، صح؟ تسوي مشاكل؟ تعملش مشاكل مرة؟ ولا مرة؟ باي صف انت؟ انا الساعة روضة. الساعة روضة؟ طب شو حافظ انشودة؟ حافظ شيء. شو حافظ؟ ولا شيء. ولا شيء؟ شو بدك تحكي؟ شو بدك تحكي؟ قرب الميكروفون، قرب الميكروفون على فمك. شو بدك تحكي؟ شو بدك تحكي لعمو بهاء؟ محبه كثيره. يا رب تطلع بالسلامه. امين يا رب. اللهم امين ان شاء الله. طيب اجى دور حور. يلا يا حور. امسكي يا حور. كيف حالك؟ قولي الحمد لله. يلا حور كيف حالك؟ بتكش تقري لهم قول لهم الله حال. يلا احكي لبابا. يلا شو كنت تحكي لبابا يا حور؟ قولي له بدنا نيجي. بعدين بسم الله ما شاء الله، يعني اسم على مسمى، يعني اللهم صل على سيدنا محمد. حور يلا ايش شو بتشتري لك بابا؟ ها؟ شو بدي اشتري لك بابا؟ هذه شو لونها؟ هاد حمراء؟ كنت تروح على الزيارة فيها؟ كنت تروح على بابا؟ بس كنت تزوري بيش؟ خلاص زعلانة حور اليوم، بدهاش تحكي. خلص بابا، والله لسانها أصعب منها. إن شاء الله قريبا بهاء بكون بيناتكم. أنت وين كنت تروح على التلفزيون؟ أصدر زيه. شو هو؟ أصدر زيه. شو هو اللي زهاب؟ هذا تشتري ميكروفون ما شاء الله. شكل. الله يحفظها ان شاء الله، وان شاء الله ربنا بفرج كرب ابوه وعمه قريب ان شاء الله. الله يسلمك. خالتي ام حسام. نعم. انا سالت الحج قبل ما نفوت هون، قديش انت مؤمن وواثق بانه بهاء رح يكون بينكم؟ قال لي 200% مش 100%. والله الحمد لله. والله هذا يوم ربنا يكون للشيء كن فيكون، ولا حدا لا يهود ولا عرب ولا شيء بجوز ما تلد الا ربنا. قايل لهم يا الله بفتح لهم باب السجن. شو مجهز لبهاء على الترويح ان شاء الله؟ كل حيا الله، حيا الله في البدء هو جميع الأسرة. يا رب يا الله يفرح. بدك تزغرتي وتهاهي تهاهي وبزغرت لكل هذا لاولادنا كلهم مش بس ابني. يا رب كل جميع الأسرة يروحوا يا رب. يا الله الشعب الفلسطيني ينصر. امين يا رب. يا رب يا الله ويفرج هم الناس. يعني انت واثقه بانه بهاء راح يروح بيوم من الايام؟ ان شاء الله. الامل عند الله. هذا انا لد احنا ما بيطلع بدينا ولا شيء. دمت وانت مآمن في ربك لا تخاف دائما وابدا. ابدا كل دائماً شيء عند الله هو بصالح. الله كريم ان شاء الله. اللي في يد العبد هذا ما الله كريم. نشوف الحج. نختم معك عم ابو حسام. اهلين هيل. احكي على الميكروفون مباشره من هان. شو بتحب تحكي في ختام هاي الحلقه؟ توجه رساله لبهاء للشباب اللي عند بهاء. شو بتحب تحكي؟
أنا طبعا أول شيء الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام. بقول لهم يعني إن الله مع الصابرين، أصبروا وإن شاء الله الفرج قريب. بعدين باب السجن لا يغلق نهائيا، باب مفتوح حتى طبعا ربنا يريد بتخرجوا إن شاء الله. إن شاء الله. كمان أخرى أنا إن شاء الله بقول لجميع الأسرى، بس ابننا لجميع الأسرى إن شاء الله كلكم بتخرجوا إن شاء الله بإذن الله تعالى، والفرج قريب بإذن الله تعالى. الفرج قريب إن شاء الله. شكرا على أبو حسام. أم حسام شكرا، الأطفال الرائعين الجميلين شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، عندما نشاهد حور هذه الطفلة الجميلة نثق تماما بأن فرج الله قريب، وعندما نسمع لحديث هذا الشيخ وهذه الحاجة ثقتهم وإيمانهم الكبير بالله سبحانه وتعالى بأن الفرج قريب بإذنه تعالى، نتيقن ونؤمن تماما بأن الفرج قريب بإذنه تعالى. كيف لا ونحن أمام نماذج نتشرف فيها، نماذج الصبر والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. فرج الله كرب بهاء وكل الأسرى إن شاء الله. نلتقي بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من شموس المجد. حتى ذلك الحين نحييكم هذه تحية، وإلى اللقاء.